إلى ذلك استنكرت حكومة الشمالية مسلك المتظاهرين غير الحضاري إبان احتجاجات الأمس بكل من دونغولا وكريمة. وقال والي الشمالية ياسر يوسف عقب اجتماع لجنة الأمن وجلسة مجلس الوزراء الطارئة التي عقدت برئاسته حول الاحتجاجات، قال إن التعبير حق مكفول ولكن دون المساس بممتلكات الدولة وممتلكات المواطنين العامة والخاصة. وشدد الوالي على ضرورة أن يأخذ القانون مجراه تجاه المخربين والمندسين. كما تأسف الوالي على حجم الإتلاف الذي طال عددا من المرافق الحكومية وغير الحكومية ومقار المؤتمر الوطني ومحلية دونغولا ووزارة الزراعة والمواصفات والمقاييس ومخازن الدقيق وبعض الأسواق، غير أنه تأسف بشكل واضح على إحراق المتظاهرين للآليات الزراعية الكبيرة التي استجلبت لشأن إنجاح الموسم الشتوي بجانب إحراق الممتلكات العامة وعربات النفايات. يسري القانون على كل من امتدت يده للمصالح العامة للمواطنين والمصالح العامة والممتلكات العامة. لذلك نوجه الجهات المختصة فورا بفتح بلاغات والتعامل القانوني لحفظ الأرواح العامة والممتلكات العامة وتقديم الذين جنوا على مواطني الولاية الشمالية ليد العدالة ولن يفلتوا من العدالة بإذن الله رب العالمين. ونبقى بالولايات الشمالية، حيث أكد الوالي بالإنابة عوض الخير لدى ترأس اجتماع لجنة أمن الولاية على الالتزام بحق التظاهر للناس دون المساس بالأمن العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. وأكد استهجان حكومته للنهج الذي اتبعه المتظاهرون من التخريب والعبث بممتلكات الدولة والذي ترفضه حكومته جملة وتفصيلا. نحن حقيقة في قيادة الولاية الشمالية نقول بالفعل أن هنالك مشكلة اقتصادية، هنالك مشكلة في شح في الدقيق، في مشكلة في الأفران، في مشكلة في المحروقات، ولكننا نمضي الآن في حل هذه القضايا جميعا. وبدأت التباشير حقيقة قبل بداية المظاهرات، إلا أن بعد يعني وضع هذه التدابير القوية ذلك لراحة المواطن خرجت أيضا فئة من الطلاب قامت بتخريب في وزارة الزراعة، حرقت حقيقة ناقل الآليات الثقيلة للمشاريع الزراعية. قرر مجلس وزراء حكومة الشمالية في اجتماعه الطارئ ليل أمس تعليق الدراسة بجامعتي دونغولا وعبد اللطيف الحمد لحين إشعار آخر. وتقرر أيضا بالاجتماع حظر التجول بكل من دونغولا ومروي من 7 مساء وحتى 3 صباحا وفتح بلاغات شاملة والتعامل القانوني مع الأحداث. ووقف مجلس وزراء الولاية على مجمل الأوضاع الأمنية بمحليات الولاية خاصة مدينتي دونغولا وكريمة وموقف انسياب السلع الأساسية. ووجه المجلس وزارة المالية واللجنة العليا بتوفير ومتابعة حصص الدقيق والوقود وبقية السلع الأساسية.